اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحباء اينما كنتم، ارحب بكم اجمل وارق الترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي عودناكم دائما نطلع عليكم بهذا الوقت الصباحي. البارحه خابرونا الاخوه بتظاهرتهم امام الماليه، قالوا استاذ احمد تقدر تجينا؟ قلت لهم الوقت متاخر، قالوا مو احتدوا علينا. وصلونا الى مرحله بصراحه مرحله لا تليق بينا كشهادات ولا تليق بمؤسسه الدوله انه تحتدي علينا، يقصدون انه حفظ النظام. يا بتظاهرتكم وش تريدون وشنو المطلوب بيها وليش تتظاهرون في هذا الوقت؟ قالوا ملينا، وصلنا الى مرحله انه احنا تندمنا، درسنا بهالبلد وصلنا الى مرحله متقدمة علميا ويعني وتورطنا. القانون موجود، اياب القانون موجود. المهنة الصحية اليوم امام وزارة الصحة. سابقا سولفنا بهم وطرحنا موضوعهم اكثر من مرة، ورئيس الوزراء طرح امرهم ومجلس النواب وياهم نواب واقفين وجاي يتحدثون عن موضوعهم وفرصتهم، لكن للأسف مواعيد وحكي بدون تنفيذ واقع حال. واقع الحال هذا هو واقع الحال أمام وزارة الصحة وتظاهرة، وفي هذه الأيام المحرم والحرام، وهذا الوضع اللي نشوفه هسه. التظاهرة لا تليق بمؤسسات الدولة أن يصير بهذا الشكل، ولا تليق بأصحاب الشهادات واقفين هاي الوقفة هم الشباب بطاقتهم، ولا تليق أيضا بمؤسسات الدولة. والعالم جاي وعندنا الآن ويقول هذا معقولة هذا الشعب العراقي هالشكل يتظاهر؟ القضية بيها جوانب عدة. هسه اول تظاهر، خلينا نقول اول تظاهره يمكن يتظاهرون الاخوه على مود تطبيق القانون، ماكو واحد يتظاهر حتى يطبق القانون في الدوله يعني. الاخوه اكثر من تظاهره، اكثر من وقفه احتجاجيه، اكثر من بيان، اكثر من استنكار. وكل حكي ما له يعني بصراحه لحد الان ما مطبق كل شيء على ارض الواقع. هاي يطلعون يحتدون عليهم يرجعون لاهلهم، ياخذونهم فد 10 ايام 15 يوم. تصير القضية نفس الشيء، يتحركون يوقفون هاي الوقفة يحتدون ومستمرين على هذا المنهاج. وأنا أقول الله يساعدهم لأنه وعدهم هاي الطاقة ويوقفون هاي الوقفة ويطالبون بحقهم الدستوري والقانون. بعد ما تخرج وصل إلى مرحلة لابد أنه الدولة والمؤسسة تلقى له الفرصة اللي تليق به وبشهادته. القانون يضمن لهم الوظائف لكن على أرض الواقع ما هذا مثل الدستور العراقي، العراقيين متساوين بالحقوق والواجبات. ترجع الى واقع الحال ماكو لا حقوق ولا واجبات، تايه الوضع مثل ما الان تايه. هسه انتم املوهم على فد شيء بعد سنه بعد شهر حتى هم يعني يصير عندهم لون من الطمأنينه، بس انت يعني ساد ابوابك وساد وزارتك والنقابات اللي تتحرك وماكو شيء على ارض الواقع. فلذلك انه نشوف هاي الـ 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 بصراحه هاي الوجوه وهاي الطاقات اللي موجوده جاي تهاجر وتغادر البلد لانه ماكو فرصه. الله يساعدكم. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ عطلت ويانا؟ يلا اذا عطلت عوفه لا عوفه. شلونك عيوني؟ اخبارك؟ شلون الصح؟ السلام عليكم اولا. السلام. احنا طبعا احنا خريجين 2023 مجموعه طبيه، والصراحه احنا نطالب بتطبيق القانون فقط. السنه قانون رقم 6 سنه 2000، واحنا الصراحه صارنا 18 سنه ندرس وتعبنا هوايه، والمحافظات اللي احنا نروح ونجي كنا وذبنا دمنا قلبنا ودم قلب اهاليتنا مثل ما نقول بهاي الدراسه مالتنا. احنا نطالب باقل شيء يسوي الحكومه ان تعيننا المركز اللي هو حقنا القانوني فقط. احنا نريده فقط، هذا نريد حقنا القانوني فقط. نعم. تحملوا اسئلتي شويه.
انتم هسه تظاهرتكم جابت نتيجه القبلها يلا هاي الساعه تجيب نتيجه ان شاء الله. ان شاء الله هاي المظاهره العاشره رقم 10 ان شاء الله مسويين 20 مظاهره ان شاء الله باذن الله الحين تحقيق المطالب، واحنا مستعدين ننام بالشوارع نعوف اهاليتنا بمحافظاتنا وننام بالشارع في سبيل تحقيق مطالبنا، واحنا ما مطالبين باي شيء غير قانوني. طبعا القانون رقم 6 سنه 2000 يكفل كل حقوقنا. شو يقول القانون؟ القانون يقول تعيين كافه خريجين المهن الطبيه والصحيه بالكليات الاهليه والحكوميه كافه بدون استثناء. 57 الف واحد حاليا الاعداد مالتنا، نفر واحد من لن نستغني عن نفر واحد في التعيين مالتنا ان شاء الله. وكم فرصه للتعيين جماعه؟ يعني تقريبا نصكم لا احنا نطالب بتحقيق التحقيق القانون كاملا، ولن نستغني عن تعيين طالب واحد فقط. يعني هذا 57 الف بدون طالب تعيين، احنا ما نريد هذا القانون. لو كنا نتعين لا ما حد يتعين، وان شاء الله مستمرين في نظامنا ومستمرين للمظاهره رقم 20 ان شاء الله، والمظاهره رقم 30 ان شاء الله حد الحين تحقيق مطالبنا ان شاء الله، وننام بالشوارع مستعدين ان شاء الله. دراستك؟ انا درست معدل 96 بالسادس، ودرست بكليه الرافدين ببغداد، وانا محافظات كنت يعني اروح واجي وتعبت ودم قلبي ذبيت بالدراسه، وخمس سنين و18 سنه انا ادرس، ورغم الظروف كانت عندي والحمد لله والشكر، وانا ما اريد غير تحقيق مطالبه فقط اللي هو التعيين المركزي القانون رقم 6. احنا حقنا ما ماخذي القانون رقم 6 سنه 2000 القانون رقم 6 سنه 2000 بتعيين كل المهن الطبيه والصحيه. الدوله بحاجه لكم؟ الدوله بحاجه لنا مو الدوله بحاجه لنا، هاي التخطيط مالتكم انتو، و57 الف الوزارة التخطيط نفر نفر هي حاسبتهم، وفشل وزارة التخطيط احنا ما نتحمل صراحة. 57 الف الدولة لازم تعيننا كنا نفر نفر، و57 الف طبعا وكل هالتعيينات من قبل خمس سنين بموافقة وزارة التخطيط طبعا، يعني هاي كلها بموافقة وزارة التخطيط خططت لكم الموضوع. ايه يعني المفروض خططت الوزارة. ايه احنا ما نتحمل فشل وزارة التخطيط اخويا. يصير اكو تعيينات من جو العباية لو ما اكو تعيينات من جو العباية، واقول لكم تحملها اقول ما اكو تعيينات من جو العباية تصير، بس مو الاعداد كاملة، واحنا اذا نفر واحد غير مشمول بالتعيين المركزي احنا ما نريده للتعيين. لو كنا نتعين لا ما حد يتعين ان شاء الله. عين الله يسلمك. وردة وردة حبيبي وردة، الله يساعدكم شباب. عليكم السلام ورحمة. شلونك؟ الله يخليك ويحفظك. خلونا بالشمس. لا لا مبارك. شلون امورك؟ الله يخليك. اولا قواكم الله. والله قويك رحمة الله. ثانيا ما مليتوا؟ احتداوا احتداوا عليكم، ضربوا ضربوكم. اكيد احنا ما نقبل بالاعتداء اللي صار البارحة اللي هو مقابل وزارة المالية، الاعتداء اللي صار من قبل الشغب على واحدة من اخواتنا واللي فقدت طفلها اثر ضربة من قوات الشغب. احدى من اخواتنا فقدت طفلها بسبب قوات الشباب اللي هو اثر دفعه طبعا، والبارحه صار النشر على العفو صار النشر على النقابات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الانستغرام وعلى التلي انه واحده من اخواتنا اثر دفعه من قوات الشباب فقدت طفلها وحاليا هي بالمستشفى ببغداد. فاحنا ما نقبل بهالتصرفات هاي اللي تصير ويانا، لان احنا الطبقه الواصله من المجتمع، احنا الطبقة اللي المثقفة من المجتمع، واكيد البقية كلها مثقفة، بس احنا اساس المجتمع، احنا مستقبل المجتمع، احنا اساس المستقبل اللي هو من عندهم صيادلة واسنان والتحليلات وباقي من المجموعة الطبية. فانا ما يصير اليوم اوظف واسوي مفاضلة بين مجموعة وبين مجموعة، انا لازم الم شمل، لازم اكون عائلة، لازم اكون عائلة، العائلة تكون من اسنان، من الصيدلة، من تخدير، من تحليلات، فهو هي المجموعة الطبية أساس عائلة. إحنا اليوم من نكون بالمستشفى نكون كنا سوية، ماكو مفاضلة بين وفرق بين دكتور وبين أسنان وبين صيدلاني. بالضبط بالضبط. فالتعيين إحنا اللي طلقوها هي اللي درجات اللي هي 29 ألف درجة وظيفية، فهاي مو بصالحنا وهذا مو بحقنا، وإحنا ما طالعين اليوم ومتحملين هذا الشمس والحار واللي هو من الشباب والاخوات اللي موجودات بالمظاهرات اليوم. طبعا نشكر قناه زاكروس، بس الله يخليك، بس اليوم احنا ما طالعين على باطل، احنا طالعين على حق، احنا ما مطالبين بشيء وهم متفضلين علينا، لا احنا صاحبين الفضل،
لان احنا راح نتطور، احنا راح نبني مستقبل افضل من المستقبل اللي هسه احنا بيه، افضل من الحاضر اللي احنا بيه. هي الدوله الان مسؤوله على تعيينكم انتم ك بالضبط قانون رقم 6 لسنه 2000 تعيين المجموعه الطبيه وفق التدرج الطبي، وهذا القانون موجود ومن ضمن الدستور اللي هي ساند الدستور، فاحنا ما نقبل بهالشيء. هذا ما يصير اصلا يخالف القانون، فاحنا تعتبر مخالفه طبعا. ظاهرتكم الان ووجودكم امام وزاره طالبون بقانون يعني يعتبر مخالفه على الوزارة. مخالفه للقانون، لان القانون يقول لك لسنه 2000 قانون رقم 6 تعيين جميع خريجين المجموعه الطبيه للتدرج الطبي لسنه 2000 رقم 6. زين انا ارد شويه تتحملون باسئلتي، تحملون يعني ما عندكم شغل وعمل بس تطالبون بتعيينات، يعني انت اتجاهك بالبدايه الى تعيين، انت روحتك للطبيه لازم تتعين؟ لا اكيد هي كانت قطاع خاص، اكو قطاع خاص بس القطاع الخاص ما ضامن ساعه الساعه يقول لك اطلع. زين انا شلون راح امن مستقبلي؟ شلون راح امن عائلتي؟ شلون راح امن حياتي بنفس الوقت؟ استاذ غير مشموع بالعمل بالقطاع الخاص الا بممارسه المهن الصحيه، يعني داخل بالضبط داخل من التعيين. يعني حقيقه امر مخزي ومخجل، نرى المجموعه الطبيه من اطباء اسنان، طبعا اطباء العام انا دخل بيهم، اطباء اسنان، صيادله، وكافه المهن الاخرى. نعم انا طبيب اسنان خريج جامعة أهلية بمنحة، طبعا معدلي كان 96. يعني أنا أعتبي على اللي يقولون ها والله جامعات أهلية وجامعات أهلية، طبعا هو كل دول العالم أنه بيها جامعات أهلية وبيها القطاع الخاص. زين أنا يعني مطلعت معدل 96 وبالسادس تعبت وقريت، طبعا جزء أخواني صرفوا ملايين بس أنا دورة واحدة ما دخلت طلعت معدل 96. بالتالي الحكومة ما قبلت نظم القبول المركزي، اتجهت إلى المنحة بالدولة. بعدين الدولة من طلع تعييني بالقبول المركزي طلع معهد أشعة ومعدل 96، مو انتقاصا من معهد الأشعة لكن يعني فرق يعني بالضبط أربع درجات، يعني عن المية مية بعد هذا شنو يصير شوية، يعني مية وين بعد وين يخلونه؟ زين 96 توديني معهد، رحت للجامعات الأهلية. نرى من بعض الأشخاص المعتبرين على المواطنين الانتقاص من الجامعات الأهلية وطلاب الجامعات الأهلية للأسف الشديد. زين والأمس من شافوا أطباء يضربون ويهانون وهم يفترشون التراب والأرصفة والشوارع من قبل قوات الشغب اللي يقولوا يتجاوز على الأطباء، يقول ذولا عربنشية. يا ما تستحي هسه أنا أقول لك يجوز يوصل لك صوتي من تقول عربنشية على طبيب وأنت شهادة ما تتبذ. سمعت أنا كنت موجود من انضرب الولد، من سرقوا الماء ووزعوا بيناتهم حرمة أجهضت الطفل، وموجودة الكتب بالمستشفى التقارير الطبية طبعا. يعني مع الأسف والله طبيبة أسنان زين تطلع على مود حقها وهو حقها كاف للدستور، يعني الدولة تخالف الدستور، يعني هاي جرم مع الأسف. وبعض يعني القنوات المدفوعة تثمن حش السامع قامت تجيب وتزور الحقائق تقول لك المتظاهرين هم تقدموا. طبعا أنا موجود من الصبح ما شفت أي تقدم سوى بسبب كثرة الأعداد. حرب تتقدم طبعا أستاذ العزيز، كثرة الأعداد انقطع الشارع. زين ما شاء أنا حاربة بس بالسدرية، هو شايل هروات، شايل نتالات، زين شايل دروع، يعني والنوب جابوا الماي الحار ومطلع علي 4000، يعني كارثة هاي عجيبة. يعني والله ما أدري شو أحكي حقيقة قلبي، يعني الله يسلمك حبيبي. دقيقة حبيبي عليكم السلام، أنا حتى يعني أختصر وياك الموضوع. أنتم الآن تظاهراتكم تجيب نتيجة حاسبينها حسابات؟ احنا بس وقفوا خلاص. احنا اكيد ثقتنا بالبدايه بالله سبحانه وتعالى كبيره، وبنفس الوقت واثقين من التنسيقيه اللي هسه حاليا راح يدخلون لوزاره الصحه، وان شاء الله املنا بالله كبير واملنا بالتنسيقيه انه نحصل الكتاب اللي هو يدل على انه توظيف او موافقه على تعيين
57 ألف درجة وظيفية اللي هو كافل لتعيين المجموعة الطبية كاملة اللي هم الأسنان الصيدلة. يعني هسه أنا أقول لك إنه أنا يعني خريج صيدلة ومعدل 94. أنا لا رحت حكومة أهلي العفو رحت أهلي لأن المعدل مالت الحكومة ما قبلني قبول زين فاضطريت إنه أروح أهلي زين أنا معدلي 94. فمثل ما ذكر الأخ قبل شوية الاعتداء واللي يصير من قبل الأخوان اللي موجودين مو هنا أنا. لأن هنا أنا كنا واحد جاي أشوف هسه الهتافات حكومية وأهلية كلها واحدة بس أكو أشخاص يحبون يشوهون بالكليات الأهلية وإحنا كنا خضنا امتحان واحد اللي هو أكيد سامع بيه اللي هو الامتحان الوزاري. الامتحان الوزاري إحنا كنا خضنا وكنا نجحنا فماكو فرق بين طالب حكومة وبين طالب أهلي مجرد إنه أنا طبيت فلوس هنا أنا درس بلاش هذا الفرق. أما بالتعيين بالدراسة بالإمكانية بالمناهج كلها واحد كلها متساوية كلها سواسية. شكرا الله يساعدهم الله يساعدك ويرحم والديك. شلونك؟ مشكورين على جو اسمه وصولكم ويانا ومتابعتكم على اسمه على اسمه تعيينات المهنه الطبيه. اول شيء احب اشكركم احب اشكر هذه السلام النائب اللي وقف ويانا النائب الوحيد من جميع النواب بالضبط نائب هذا السلامي والنقباء مشكورين ابو بكر وابو صيادله وعلى المالكي الله يرحم والديهم والبارحه استضافونا حي استضافه ممتاز الله يرحم والديهم. خلينا نرجع لمشكلتكم هسه هم وقفتهم على عين وعراس لكن بيها فائده بيها مردود بعدين لو مجرد وقفه وخلاص. استاذي احنا مطالبين بشيء. احنا موجود قانون اساي ابسط كمثال اقول لك عليه ابسط مخالفه يصير بالشارع السياره المرور يجي يقول لك قانون موجود تمام. اذا يا سيد رئيس الوزراء المحترم احنا ما عدنا شيء وياكم احنا مجرد نطالب بحقوقنا حقنا مكفول بالدستور. الثاني طالب معهد طبي تحليلات الثاني قبله خلصت التربية. أنت يا سيد الوزير صحة من نزلت الاستمارة تقول حسب الحاجة كمثل أقول لك عليها وهذا ما إن شاء الله ما يمر عليهم 29 ألف إما تعين لكم الممكو. الثاني لو أدري كان قدمت على عقد مالي 17 ألف الموصل عقد تربية أحسن ما يروح حق بالتحليلات يقول لك تحليلات ماكو. يعني شنو ده نبني إذا سوء التخطيط مالهم وزارة التخطيط وزارة التعليم وزارة المالية وزارة الصحة ما متلاصقين بيناتهم بخمس ست سنوات إحنا شنو ده نبني إيش سوينا يعني إحنا جبرناهم تعالوا افتحوا الكليات الأهلية أحزاب ما تغيرون القانون أول أنتوا القانون أسستوه من 2000 رقم 6 قانون 2000 هذا منتهين منه إنت هسه تجيب غير قانون اسمه ضد القانون هذا تغيره حتى طالب أبو الطب الأسنان يدفع 10 ملايين بالسنة وأربع سنة وخمس سنوات 50 مليون هذا بدل 50 مليون بدل ما يصرف هذا ماكو تعيين تعي يروح يفتح له شيء مشروع يمشي شغله شنو ذنبه؟ إذا هذا الأعداد ما تتحمل يا سيد وزير الصحة المحترم هذا مو ذنب الطالب هاي كلهم عندهم عواية 31 ألف راح ينظلم يعني مالنا يعني شنو ذنبنا؟ والسنة الجاية هم ايش قد عندنا؟ والسنة الجاية هسه السنة 57 61 ألف تقريبا، والسنة الجاية فوق 10 15 يصير 80 ألف. يعني هسه تخطيطكم أنتم فاتحين الأحزاب كل حزب فاتح له كل يسوون؟ شو يسوون؟ شنو الخطة؟ هسه أنا ردفت أفتهم من يمك الخطة شو يسوون؟ هو وزير ما يعرف يخطط بيناتهم، وزير تخطيط، وزير صحة، وزير تعليم، ما متناسقين بيناتهم، يعرفون أعداد يطلع، يعرفون قانون الصحة موجود. قانون يكفلوا الدستور إذا أنتوا تطبقون القانون إذا تطبقون بالدولة القانون وش ذنبنا بعد شو نقول بعد حسبنا الله ونعم الوكيل. جيتك من الموصل؟ من الموصل جاي البارحة 9 ساعات كامل الليل واسمه ما نايمين من تل أعفر قضاء تل أعفر الموصل والبارحة الله يجزي الخير نقباء من على رأس أبو بكر وسيادة النائب هادي العامري مشكورين والله ما ننسى الوقفة مالهم وفرونا من كل شيء من الماكل والمشرب والفراشات الله يجزيهم الخير ومشكورين انتم والبارحة انا اعتذر منكم انتم تأذيتوا الصحة الصحافة العفو الصحافة اللي هو وزارة الثقافة يا وزارة الثقافة اذا انتم الثقافة الصحافة جايين ضربون وجدامكم عجل منو ينعتعت منو الجاهل وش نقول غيره بعد الحمد لله هذا رزق من رب العالمين بس ان شاء الله ما رايح مني انا ان شاء الله وناخذ التعيين كلها و29 هذا الوزير الصحه يشيله من باله ومشكورين تحياتي ورد قلبي
حبيبي شلون اقل؟ شلون يعني كم استاذ؟ ان شاء الله زين. الحمد لله بخير ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ احنا نحب نوجه صوتنا ونشكر القنوات نشكر القنوات الاعلاميه بالبدايه. شكر واجبنا وهذا اشكر الله والديكم صوت المواطن وصوت الحق ان شاء الله. وشغله ثانيه نحب نشكر الدكتور ابو بكر الراوي، الدكتور علاء المالكي، والدكتور حيدر السائغ، والنائب هذا السلامي، ونشكر كل من وقف ويانا وكل من ساندنا وكل من دعمنا وما قصروا ومشكورين. وفروا مبيت، وفروا اكل، وفروا يعني كل المتطلبات والمستلزمات وفروها وزياده. الله يجزيهم خير. هاي وحده. اثنين، احنا على يا اساس نطلع نطالب بتطبيق قانون وهي الحكومه اللي متعاهد عليها انه هي اللي تطبق القوانين واللي تعلم المواطن القوانين واللي تفرض عليها القانون؟ زين ليش احنا نتظاهر على متحدة تطبق القانون؟ تعيننا مركزي حسب قانون فقرة 6 السنة 2000 والموازنة مقرورة، موجودة الموازنة وثلاث سنوات ثلاثية مثل ما قال أخويا، وثلاث سنوات مقرورة يعني، ويعني تعيننا مضمون. ووزير الصحة مثل ما شنو مطلعكم اليوم؟ غيرهم هم قلبوا علينا الآية جد تجزئة القانون، يريدون القانون غير لازم تطبق بالجملة، ليش تطبق بالتفرقة بالتجزئة؟ يعني على أساس 29 ألف يتعينون 31 أو 32 ألف يترحلون إلى سنوات أخرى وبدون يعني نقول مصير مجهول، يعني ما نعرف سنة أخرى. لأنه القانون اللي هو قانون 6 لعام 2000 بي فقره انه حسب الحاجه. لو ما بي قارينه، لو ما قانون رقم 6 سنه 2000 يضمن تعيين جميع الخريجين موظفا في وزاره الصحه، ما بي فقره بدون استثناء، بدون استثناء يطبق. عندنا موازنه ثلاث سنوات، احنا مشمولين يعني لحد ال 25 تعيين مركزي. رئيس الوزراء قال وقفت التعيينات باستثناء المهن الطبيه والصحيه، الباقي كله وقف تعيينه الا استثناء المهن الطبيه والصحيه. القانون ماشي مركزي تعيينهم، وحتى سوى به تريث، رادوا يسوون قراءه يسوون حسب الحاجه. رئيس الوزراء انت قرار قبل اربع ايام سوى تريث به، فسوى تريث. احنا تفاجئنا يردون عينون 29,000 ونبقى احنا 31,000، مصيرنا مجهول. احنا اليوم هاي عاشر مظاهره لنا نطالب بحقنا من يوم الاستمارة لحد الان، احنا واقفين هنا نطالب بوزارة المالية وبحديقة الشواف، وتعرضنا للضرب، تعرضنا للكهرباء، تعرضنا حتى للماء الحار حضروا لنا اياه، يعني الانواع الظلم صراحة. عندنا البارحة وحدة خطية جهضت، جنينة ثلاث اشهر عمره ببطنها مات بالمستشفى، تقارير موجودة، كل شيء موجود. ما تدري بيه انه هي جهضته. زين استاذ، يعني والله هاي ظلم، والله مأساة، يعني خريجة طالعة طالبة بحقها، والمرأة العراقية لازم تكون مقدسة، والمرأة هي بكل الأعراف وكل التقاليد وبكل الديانات إنه هي إنسان كان رقيق لازم ما يطلع، يعني لأنه هو الرجل اللي كدع المرأة. المرأة تطلع الطالبة بحقها فوق ما تطلع الطالبة بحقها، يعني وخالفت كل الأعراف والتقاليد، تخالفت يعني قصرا أنه فوقها يدفعها الرجل القانون، رجل حفظ القانون يدفع المرأة العراقية ويوقعها، وبسبب الوقعة مالتها تجهض حملها وعمرها شهر واحد وهي ما تدري بيه. والله العظيم البارحة نشروها، والله بكينا كلنا، والله احنا مع العلم احنا اليوم مع التصميم بالنقابات، والله العظيم بكينا، القاعة بكت. يعني على اساس خطية يعني هاي الخريجة؟ اي والله العظيم الخريجة يعني ظل بالمستشفيات خريجة خمس سنوات تعبانة ودارسة طب اسنان، جت الطالب بحقها تريد تعيين، بعدين خسرت جنينها، والطالب هي البارحة مناشدة الطالب بتعيين الكل، هي بالمستشفى والطالب نزلت، يعني تقول اني خسرت حقي وخسرت طفلي، يعني تدعو الخريجين جميعا تقول لا تعوفون حقنا، ابد لا تعوفون حقنا. والله العظيم من عهدك ما نعوف الحق الا انت عين اخر خريج، ومن البصره للموصل ومن زاخ للفاو، وما ان شاء الله اخر خريج يتعين، واحنا تعيننا مضمون وحسب الحاجه، يعني قصد العفو مضمون وحسب القانون، العفو حسب القانون. هم يردون يسوون حسب الحاجه، هم ما متفضلين يعني بشيء، هذا حقنا، هذا دستور، وهذا يعني وزير الصحه، عذرا وزير الصحه انه عنده مقترح، والله نخليهم سنتين بلاش يداومون. انا اليوم صاحب عائله، انا عندي عائله، اذا اداوم سنتين بلاش من يعيش عائلتي؟ يعني شو اكل شو اشرب؟ مقترحاتكم انتم شنو؟ احنا مقترحنا يعني نريد الكل يتعين، حتى لو يأخرنا الشهر ال 11 ال 12 قبلانين، بس الكل يتعين، يعني ما نقبل عين 29,000 بدون راتب، ما نرضى. اسمع رخصتك، امر رخصت اخويا، اقترح الدكتور تعال بس دقيقه الله يساعدك.
شلونك حبيب؟ تتعين بدون راتب لمدة سنة؟ لا أكيد أستاذ، ليش حتى تعين بدون راتب؟ أنا دا إحنا قانوني كفل تعيين اللي هو فقرة 6 لسنة 2000. ها؟ مرصودة؟ إيه مرصودة يعني أستاذ. إيه؟ ليش تعين بدون راتب؟ أستاذ ذاك اليوم هاي قبل يومين أستاذ، قبل يومين مجلس النواب عقد جلسة على زيادة مخصصات الرواتب مال النواب. إيه بالضبط، يعني أستاذ هم يزودون رواتبهم وإحنا ما يعينونا على أساس، يعني المخصصات المالية هم تقول ماكو. زين شلون سويت الزيادة؟ الدولة بحاجتكم أو وزارة الصحة تحديدا محتاجتكم، محتاجة كوادر، لو عندها اكتفاء وعندها فائض أصلا. لا هذا حكي أستاذ فارغ، يعني أنا أروح أطب المستشفيات المراكز الصحية فارغ. احنا درسنا على حسب القانون. حسب القانون يعني هذا السلام عليكم. نحن خريجين المهن الطبيه والصحيه دفعه 2023، خرجنا اليوم بتظاهره سلميه للمطالبه بحق قانوني استنوا الدستور العراقي، هو قانون 6 سنه 2000 الذي يكفي التعيين مركزي لجميع ذوي المهن الطبيه والصحيه دون استثناء كل الاقسام. صحيح عبر غيرها فلوس مرصوده للوزاره، مرصوده بالموازنه اللي راحت، انه الكوادر الطبية انه لازم لها تعيين مو هالشكل. لها مرصودة فلوس لو نعم مرصودة. في العام الماضي تم تخصيص 40,000 درجة وظيفية وتم حل النقص بالحذف والاستحداث، اما العام 29,000 درجة وظيفية بينما اعداد دفعة 2023 اكثر من اعداد دفعة 2022. اذا نرجع له، من المفترض ان تكون رصد المالي لهذه الدفعة يعني اكثر من الدفعة اللي قبلها، وهي تقع على عاتق وزارة التخطيط. الآن نحن نتحمل سوء تخطيط وزارة التعليم العالي ووزارة المالية ووزارة الصحة، وهذا مو ذنب الخريج، هاي ذنب دولة. احنا من خلال قناتكم نوجه رسالة لدولة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني بالتدخل الفوري. يعني للأسف فقط في العراق كل شرائح المجتمع جاي تتظاهر وتنظروا في سبيل حقها. أنا ما طالع، أنا طالع على حق القانون كفيل لي الدستور العراقي. يعني أنت تطبع قوانين، باقي القوانين قانون الرفحاوي سامعين به، قاعد بالبيت يستلم ملايين. والله شنو قانون هذا؟ قانون زيادة مخصصات مجلس النواب، يقول أمس أحد النواب طالع باللقاء يقول قانون مشرع. ليش أنا مو قانون مشرع؟ أنا قانون 6 سنة 2000، أنا يكفي التعيين المركزي. يعني هو يقول عنده نقص بالكوادر، يروح المراكز المحافظة، لا يقول عندي فائض بالكوادر خصوصا طب الأسنان والصيدلة والتحليلات، يروح المن يروح للمراكز اللي يصير مركز المدينة يباوع للمستشفى، يلقى تقريبا 50 محلل 50، بينما ما يباوع للأقضية والنواحي. الأقضية والنواحي والقرى والأرياف تكاد تفتقر للكوادر الطبية. عندنا مراكز صحية في مدينة الناصرية في القرى والأرياف تكاد تكون خالية من الكوادر الطبية صراحة، يعني ومحتاجين. مدير عام دار الصحة ذي قال التقينا به، قال أنا عندي نقص، يعني أطباء الأسنان ترى الصاعد اللي موجودين عندك تدرج، منو يجي يحل مكانهم؟ مو صحيح لولا الناصرية. التقيتوا بالمدير عام صحة؟ مدير عام دار الصحة وكل المحافظات خرجت بتظاهرة. دكتور راشد، كل المحافظات خرجت بتظاهرة سلمية أمام دوائر الصحة، لأن حسب كلام وزير الصحة قال مدراء الدوائر رفعوا له حسب الاحتياج، بينما كان جوابهم أنه لا إحنا محتاجين إلى كوادر وكل الكوادر محتاجة. كلام سمعته من دكتور راشد؟ من دكتور راشد مدير عام دار الصحة. بحاجتكم؟ بحاجتنا، كل المحافظات وكل دوائر الصحة محتاجة إلى كوادر. المحافظة لها تأثير لو ما لها تأثير؟ نعم لها تأثير. نعم على المركز. نعم لها تأثير. حاولوا بكتب، حاولوا تم رفع كتب من جميع دوائر الصحة بالمحافظات. كتب ايش قد محتاجين؟ كتب احتياج جميع المهن الطبية والصحية بالمحافظة، يعني كل محافظة إذا بيها 4,000 5,000 يعني ما تتجاوز. انحلت، لكن الآن استجابة وتسويف من قبل الصحة والمالية ورئاسة الوزراء. أكرر، دولة رئيس الوزراء وزيرة المالية قالت لازم دولة رئيس الوزراء يوعز للوزارة أنه يتم تعيينكم ويتهي البلف. التقينا بعدة شخصيات، التقينا بعدة نواب، أستاذ هذا السلام أبو حسين الله يحفظه ويانا هنا دائما بالتظاهرات، لكن للأسف يعني إذا طبيب الأسنان ينضرب، حتى الطبعان موجودين عندنا هنا، الصيدلاني ينضرب، إلى أين ينتهي الوضع بالعراق؟ أنت آني دفعت 57,000 بكسور عجزت عن تعيني، كيف الدفعة اللي وراي؟ هو تخطيط مال سنة؟ لا لو تخطيط 10 سنوات 5 سنوات سنة خمسية. اجى السيد النائب، خطة خمسية، وزارة التخطيط هي العقل المدبر
للدولة. انت يا وزارة التخطيط اليوم اجوك انقبلهم من السادس علمي مثلا 100,000، انت هل انت مستعدة انه توفرين جامعات، مستعدة توفرين مستشفيات مستقبلا توعب هذه الاعداد، ولا سيما معدلات عالية حاليا؟ انا واحد من الناس اسمه معدل 97 والله العلي العظيم، وطب اسنان وجاي اثر، واليوم بايت وهي تاسع تظاهره احضرها للاسف، وعندي اصابات، انا واحد من الناس عندي اصابات وتقارير طبيه للاسف، وجاي من الناصريه اللي هنا. تحياتي موفق حبيبي، انا اخرتك هوايه. خلينا نشوف النائب ايش راح يكون. ها خادم، اليوم انا من اخطأ اتحمل اخطائي، اخوي اليوم حشامني يخطئ يتحمل اخطائي. هاي الأعداد هل هي أخطاء الخريجين لو أخطاء الحكومة؟ خلنا نعترف أخطاء حكومية. اليوم هاي الأعداد ما دخلت إلا بعد ما شافوا إنه في قانون يضمن حقوقهم. فاليوم أنت إحنا من دخلنا المفروض الحكومة هي تتحمل أخطاء. زين، مسألة ثانية، قبل شوي أنت سألت قلت الحكومة قادرة يعني على تعيين، يعني إحنا شوف بلدان العالم جاي يصير كوارث وزلازل وخسائر بالمليارات وجاي يحلوها. اليوم انت عاجز عن حل مشكله 31,000 درجه وهم قانونيين اصلا. هاي مشكله حقيقه، مشكله تقع على عاتق الحكومه. اليوم رئيس الوزراء اطلق على هذا العام عام الانجازات. السؤال هو يا سياده الرئيس، الانجازات غير تقوم على هاي الطاقات الشبابيه؟ انت هاي الشباب جاي تخليها تظاهر بالشارع وما تعطيهم حقوقهم، شلون الانجاز؟ الانجاز هاي علاو بالله اعطيني صوره عن يعني والله يعني هو استخدام هاي الطاقات الشبابيه. يعني انا يوم اذا ما تخلي لي اي سبوبه معيشه باكر من اروح اهاجر وعلى الحدود، هاي الهجره الغير الشرعيه ونموت على الحدود. راح تلومون انتم، راح تقولون عفتوا بلدكم ورحتوا عبرتوا الصحاري والغابات في سبيل تهاجرون. إيه انت ما منطيني فرصه، لا منطيني فرصه للعمل، لا منطيني فرصه للتعيين. يعني كمقترح حكومي انه نعينك سنه مجانا ومن بعدها نعطيك هويه مزاوله المهنه. زين، المهنه مزاوله المهنه بالقطاع الخاص تتطلب يعني تتطلب راس مال قوي، اضافه الى تعرف الساحه اليوم مسيطرين عليها، نحكيها بصريح العباره، مسيطرين عليها حيتان بالقطاع الخاص. احنا من يقدر يجابهم ذولي وعندهم اموال وامكانيات؟ احنا مين نقدر نجابهم؟ مين نجيب الاموال اللي يعني نقدر نفتح بها قطاع خاص؟ هي مو فقط اعطيتك شهادتك وروح، احنا نريد التعيين حتى نجمع راس مال، حتى نشتغل بالقطاع الخاص. زين، انت تريدني امارس القطاع الخاص وانا ما عندي اي يعني اي اموال حتى افتح به القطاع الخاص؟ هاي مشكله، يعني لازم الدوله تعالج هاي المشكله. احنا هاي المظاهره العاشره والله العظيم، يعني احنا كنا عندنا عوائل وعايفين اشغالنا، يعني جا نشتغل من الصبح لليل ب 10,000 حتى الله ما يشتغل بل. يعني انا اشتغل بمحل بالسوق ب 10,000 غير اخوان. شنو باحتبار؟ انا هاي الكليه هاي التقنيه الطبيه، يعني الله شاهد هاي تشهد علي الكليه 4 سنوات تعب ودراسه ومعدلي بالسادس، انا مختبرات طبيه معدلي 95 بالسادس، يعني وتعبنا كلش تعبنا على نفسنا، باوع الواحد يعني وكان بين اكبر من عمره بهواي، كله تعب. وفي مع ذلك نقول احنا ان شاء الله يعني بالمستقبل نلقى فرص عمل. نتفاجئ احنا اليوم يعني 8-10 مظاهرات احنا نطلع، ماكو اي استجابه والله العظيم يعني الحاله الماساويه اللي صارت البارحه وشوف القمع والضرب، يعني توقعت اقل شيء رئيس الوزراء راح ينزل للساحه، اقل شيء يمكن رئيس الوزراء ينزل للساحه، مع ذلك ماكو اي يعني. وايضا رساله عتب الى كل يعني القوات اللي كانت موجوده البارحه، احنا ابنائكم. انا حكيت ويا احد يعني مقدم، قلت له يا سياده المقدم احنا ولدك، وزير الداخليه انت مثل والدنا، ونشر الى مقطع فيديو بحفل تخرج بنته بكليه الطب، باكر بنتك هم ان شاء الله راح تطالب بالتعيين، هم راح توقف هاي الوقفه. فاحنا مثل ما تنظر لابنائك تنظر لنا، نريد الكل تتعاون ويانا، ونريد يعني ايضا النواب اغلب النواب وعدونا فقط وما جاي ينزلون ويانا للساحه. زين، احنا اللي انتخبناكم وصعدناكم، غير انتم المفروض اليوم توقفون ويانا؟ الله يحبه، الله يسلمك. موفق ان شاء الله، موفق يا حبيبي. والله انا اريدك توصف لي هاي الصوره يعني اللي الان امامنا في زمن ال 25، راح ندخل على 25، العالم كله بدا يتغير، بدا يتقدم، واحنا شهاداتنا قاعدين. بعد شو وقت نحصل تعيين؟ واحدنا يعني خريج طبية، مجموعة طبية اللي هي حاليا الدرجة الوحيدة اللي جات تعيين، حاليا ما دا يحصل تعيين، ترى اكو بيهم مكملين كلية ثانية حتى عمود بس يتعين، تعال يجي يتفاجئ يتخرج ما يحصل تعيين. اول احنا عندنا قانون يضمن تعييننا، انت لما توقف القانون ما لك حق تطبقه علينا، تطبقه على دفعة جديدة. شنو ذنب هذا اللي داخل اساسا دافع له 12 مليون و60 مليون؟ خلينا نروح نفتح له بيه المشروع احسن. هذا كله سوء تخطيط، ماكو اي تخطيط، مجرد افتح كليه اهليه
حتى اخذ فلوس استقبل عدد اللي اي كان لي ببالي وبعدين اخليه هو يحتار. ها كلها سوى تخطيط. احنا لا عين يعني احنا يوم وزاره ثمنها طبعا هو يردون يدفع ثمن. هو اساسا فكرتهم يردون يلغون تعيين مركزهم من المجموعه الطبيه، يردون دفعه ضحيه ما طالب بحقها حتى وراها يقول لك الطبيب ما بيها تعيين مركز، روح توجهه والفلوس خلوها بجيوبهم. احنا يوم وزاره الصحه، يوم وزاره الماليه، يوم رئيس الوزراء، وكل شيء ماكو واحد يشملنا على الثاني، ماكو اي حل حاليا. يوم طالب من وفد وما يقابلوهم. تحياتي، نشكركم. شلونك يوم؟ شو اخبارك؟ شلون الصحه؟ ان شاء الله زينه. ها الله يكون بالعون. يعني انا القصد من امك وجودها وياك يعني كل المظاهرات دي تطلع وياي، الا اول مظاهره ما حضرناها وهي المظاهره العاشره لنا تقريبا. احنا بكل المظاهرات حاضرين، رسالتنا الوحيده اللي بنحاول نوصلها رئيس الوزراء، الوزير الصحه، الوزيره الماليه، من خلال هاي المظاهرات هو ثباتنا والعزيمه والاصرار حتى للتعيين. يعني احنا الشيء الطالع عليه هو التعيين. انا هو سمعت بس ما سمعت مقترحاتكم شنو الان. انتم شنو اذا ما تواجد التعيين او ما تواجدت الفرصه، شنو اللي عليكم تسووا تقدم؟ واهم نقطه لازم يفهمها الشعب ولازم تفهمها الوزارات، انه احنا عندنا حق طالعين نطالب به. احنا ما نمن على حد ولا ناذي احد، عندنا حق مكفول حسب الدستور. وثاني اهم نقطه ان شاء الله ما تتم مقارنتنا ببقيه الاقسام من الدفعات السابقه، يعني للخريجين السابقين، لانه عندنا مثل ما ذكرت حق مكفول بالدستور. هاي اهم نقطه. اما يعني من الفرص الثانيه اذا ماكو تعيين فان شاء الله هذا الخيار ما موجود اصلا بدفعتنا. الطالب اليوم ما يتحمل سوء التخطيط ولا سوء الإدارة. هاي رسالتنا الوحيدة اللي نحاول نوصلها. شنو التخصص؟ تحليلات القطاع الخاص. تخرجت بمعدل 92.49. القطاع الخاص اليوم خصوصا البنات بموضوع التحليلات ماشي ماشي صحيح، بس اولا الراتب قليل، ثانيا فرص العمل بالقطاع الخاص بسبب الاعداد الهوايه من الخريجين مثل ما ذكرت. هاي النقطه المهمه، سوء التخطيط ما يتحمل الطالب اليوم. انت عندك وزاره التخطيط، شنو دورها؟ لعد المفروض تخطط تخطيط صحيح يا اخي، ترفع المعدلات، تفتح التعيين على بقيه الاقسام. اليوم الطالب اذا تشوفه بالمجموعه الطبيه هو طالع عمود التعيين. يعني احنا اغلبنا جايين قسم من بينا اكيد حب المهنه موجود وان شاء الله تاديتها بالواجب الصحيح، بس مثل ما ذكرت هو عمود التعيين. يعني لذلك هذا اللي اريد احاول اوصله والله. موفق ان شاء الله. امين يا ربي للجميع. شكرا. تحياتي. تحياتي وسلام. يعني اولياء الامور هم دفعوا ثمن. يعني حبيبي شلون اقل؟ شخبارك؟ الله يحفظك. الله زين. شوفت عينك. الله يديك. ودور روحك. الله يحفظك. الله يساعدكم. والله انتهينا تعبنا وعشنا بالعون. 10 مظاهرات طلعنا، لا واحد شافنا ولا واحد اجانا ولا واحد وضح لنا اي شيء. عاملونا بكل المظاهرات بشتى انواع الطرق، الضرب وغيرها. ضحكوا عليه بين قوسين. يعني اتفاقيات بين الوزارات. لا احنا اليوم جينا عندنا حق قانوني مكفول بالدستور. انت شنو مثلا من تخلي اعداد تعينها واعداد ما تعينها؟ انا شنو ذنب؟ الدستور يقول لي مفاضلة بالموضوع؟ اكو افضلية؟ اكيد اكو افضلية. كان شلون من خلى حسب الحاجة؟ اكيد اكو افضلية، اقسام واقسام ما مشمولة. والدستور يقول لي انت حق تعيين مركزي جميع الخريجين الاهلي او الحكم. ماكو افضل. جامعنا كلنا لا افضل ولا شيء. احنا جامعنا كل الاقسام وكل الخريجين. اليوم انت من تعين قسم وقسم تعوفه بيا حق بيا قانون، وانت قانونك هيك يقول لك. يعني سؤال، اذا يقول لي عاجز مالي زين شلون هو يرفع تخصيصات مجلس النواب رفع رواتبهم كل واحد 35 مليون وعايف الخريجين هيك؟ يعني الفقير قاضيها يتعب ويتعامل بالضرب وهاي ومو اي خريج، مجموعه طبيه. انا علي هلال من الناصريه. علاوي خريج تحليلات. علاوي تورطت؟ درست؟ والله ليش اكذب عليك؟ ليش اكذب عليك؟ لا شفته الذل والهان شفناه؟ والله العظيم تورطت. لان انا من جيت انا جيت على مود تعيين. حب المهنه موجوده انا اقول لك اياها، بس جيت على مود تعيين. لان هو السبيع لمود يخلصنا من هاي العيشه. لان تعبنا ماكو اي شيء. ماكو اي باب ينفتح غير التعيين. الزواج ما تتزوج الا تتعين. كل الطرق الا تتعين. فرص انتم موجوده بالناصريه لو لا؟ ماكو فرص عمل. فرص عمل؟ لا ماكو فرص. مؤتمرات، المواضيع التحليلات. علي
قطاعات خاصة موجودة، فريت قطاعات خاصة مختبرات بالشطرة، أنا من الشطرة، فريت بالدواء، فريت بالناصرية، ما يشغلون، يعطوني بس قالوا رقمك وهاي وثي ماله، لا يخابرون ولا شيء. هذا السبب الدافع خلاني أجل المظاهرات، ماكو أي فرص عمل، ماكو أي فرص عمل دوم. الله يكون بالعون على الله كريم، والله تعبنا وفقني. الله كريم، الله يديم، الله وياني هو علي وردة على الله وردة حبيبي. الطاقة الطاقة الشابة، أنا ما سولفت هواي اليوم بهذه الحلقة، انطيت الإعازة لهم. شونك حبيبي؟ شاب رجل، وبصراحة حرامات نقول هاي الطاقة اللي الآن موجودة، حرامات والله تتظاهر وتطلع مظاهرة، توقف أمام وزارة وفي درجة حرارة 50، وفي بلد غني يا أخي، هسه البلد لو محتاج يعني محتاج أموال يتقرض من الدول، هم تقول بيها باب يعني، بلد بخيرات الله كله، وإحنا بحاجة إلى شباب يعني صراحة، إحنا بحاجة لإشغال الشباب بأماكن تليق بهم شهاداتهم، بس على أقل تقدير يعني. أنت الآن في بلد لازم عندك خطة عمل، أنا باكر من أرد أطلع مخطط الباكر إيش راح يصير بعد سنتين، شو مخطط أنت؟ وزارة مخططة لوضعها لو ما مخططة؟ هذا الموظفين والأعداد اللي في وزارة التخطيط، عندنا عباقرة بالتخطيط بس وينهم؟ معقولة ما لهم مجال؟ هذا اللي جاي يصير، مخطط إلى مسبق لو ما إلى يعني مخطط. بصراحة احنا يوم بعد يوم نشوف أشياء غريبة عجيبة، وهذا الشاب من ينضغط ويطلع عن الطريق تجيبونه تقعدونه قدام التلفزيون بأنه مجرم، زين؟ أو لو يشتغل تيك توك، لو عدة بسطية، لو شبابنا يبيعون ميوت بالتقاطعات، ما يعني هي هذه إذا وصلت الحالة إلى هذا المستوى، صاحب الشهادة ما إلى موقف وما إلى فد مكان في بلده، هذا يفضل الهجرة لأنه يعني أفضل له يعني. نصيحتي والله لهم أحسن ما يقضيها هنا تظاهرات ويضيع مستقبله ويكبر بالعمر وما عنده ممارسة مهنة بقضية قطاع اللي تخرج من عنده. نعم روح شوف الدول أفضل، أجنبي ويتحيى أجنبي ويلقى فرصة، أكو تخطيط يعني. شون أخوي؟ على رأسي. الله أخبار؟ الله يسلمك، الله يسلمك، الله يخليك، قواكم الله، الله يخليك، الله يقويك، يساعدكم الحمد لله. يعني مو غريبة في بلد نفطي وخيرات الله كلها به ويظاهرون أصحاب الشهادات، وهنا لازم علامة استفهام. علامة استفهام، علامة تعجب. الموضوع انه يمكن اكثر جملة انطرقت عليك انه قانون 6 لسنة 2000، هذا القانون شي نص؟ ينص على تعيين كافة خريجين القطاع الصحي بدون استثناء. زين اكو سالفة هسه طالع انه القانون صار بيه تعديل، القانون اذا يتعدل ما راح يشملنا احنا، راح يشمل اللي يتخرج من السادس توته راح يفوت للكلية. زين هاي نقطة. النقطة الثانية يعني بعد 4 سنوات بالضبط هسه اني من القانون من يتعدل ما راح يشملني انا يعني خريج، انا من طبيت على انه شنو؟ تعيين مضمون قانون بالضبط. هاي نقطة. نقطة ثانية، انا مو ضحية لسوء تخطيط الدولة. الدولة من 2019 انا طبيت كلية، انا حاسب حسابي سنة 2023 هلقيت عدد خريج، هم ما حسبوا فتحوا الاعداد، الاعداد من تنفتح، انا ما مجبر اجي بسنة 2023 خريج 2023 اقعد انتظر ونصل 60,000 يعني 29,000، انا شنو ذنبي لسوء تخطيط ادارة الدولة؟ ما لي ذنب اني. ويقول لك القطاع الصحي، القطاع الصحي تروح عليه ابسط شان يخرج مختبرات طبية، تروح عليه يقول لك اريد خبرة، تروح الثاني يقول لك اريد خبرة، زين انا منين اجيب الخبرة؟ خبرة منين اجيبها؟ اذا هذا يقول لي خبرة ذاك يقول لي خبرة منين اجيبها؟ ناهيك عن الراتب اللي يعتبر يعني مو بس ضئيل، اقل من ضئيل. ايش قد والله يعطونكم القطاع الخاص؟ احنا من محافظة الموصل، محافظة الموصل كان ماكسيموم اعلى شيء 250 راتب شهري، شهري 250,000 اعلى شيء. تحليلات مرضية اللي هي مختبرات طبية نفسها، مختبرات اي اقصى شيء 250 ودوام 8 ساعات يوميا 8 ساعات 250,000 اي نعم 250 اقل 8,000 دينار تقريبا يعني مع احترامي اللي بيع الماي راتب اعلى من عندي، ومع احترامي للمجادي اعلى مني راتبهم، حصل يوميا 10,000 اقل شيء، ثاني 8,000 اليوم. فيقول لك قطاع صحي حش سامع العفو ضحوكة يضحكون علينا بيها، بالعراق ماكو قطاع صحي، هاي المستشفى قطاع خاص
هاي المستشفيات الأهلية، المختبرات الأهلية، الشغل الأهلي. جيب ابن عمي وجيب أخوي وجيب صاحبي، هذا لا أكثر ولا أقل. إنه أنا أجي على مستشفى أهلية ما عندي أحد بيها ويوظفوني، انسوها ماكو. أنا ما متعافي حتى جاي أطلع درجة حرارة فوق 50 بهاي الظهرية وبشهر الثامن أطالب بتعيين، ما متعافي أنا. أنا لو ما محتاج تعيين وحقي ودستور كافلني بهالشي والقانون واقف وياي، يعني ما مجبور أطلع بهيج جو، صح لو لا؟ وأنا جاي من الموصل، طريق 6 ساعات روحة 6 ساعات رجعة، على شنو؟ نوم صاير لي 35 ساعة أني ما نايم، صوتي رايح. وبالتالي أجي أبو الشغب يضربني، يهيني، وأني أعتبر من الفئة العليا بالمجتمع، مجموعة طبية، شكو بعد أكثر من هيج؟ اللي المفروض إحنا مقدسين عند الشعب وينضرب بينا المثل، بالتالي أجي أنهان، أنضرب، أنتظر بالثلاث أربع ساعات وزيرة المالية ما تتكلف تقابل وفد من عندنا، منو يطلع لنا النائب مالها يقابل الوفد؟ هذا حتى عدم احترام للخريجين. أنا باشر عقبة من أتزوج ويجون أطفال، والله بهذا البلد ما أعيش. أنا إذا البلد ما يحترمني وما يقدرني على شنو أبقى بي؟ اللي قاعد ورا الشاشة وجاي يشوف الصغير اللي بابتدائية والكبير والأم والأخت وكله جاي يتباوع الآن، شنو من يشوفك هذا بالابتدائية بعد مقتبل عمره اللي دي يكمل طبية وحلمه طبية وانت تطلع الآن قدامه تسولف هاي السوالف، شنو ردة فعله هذا اليوم؟ المتش الصغار كانوا شنو حلمك؟ طبيب، صيدلاني، طيار. هسه بعد هاي اللي صار هاي آخر كم سنة الأغلب الأطفال اللي يسألوا شنو حلمك يقول لك هاجر، هو بمقتبل العمر، وهذا راح يصير شنو؟ مو بس واقع، هذا راح يصير حق أي واحد هاي شوي يكبر يصير عنده إمكانية بسيطة يطلع يهاجر، على شنو باقي في هالبلد إذا لا يحترم الآخر؟ هذه هنا شربتوا من هالمية وأكلتوا من هاي القاع، مو بيدنا حاليا، بلدنا بين هاي المسؤولين، المسؤولين اللي لا يحترم لا يقدر، وشبعنا وعود كاذبة، شبعنا انتظروا تسويف ومواطنة على شنو؟ أخي قل لي من الأخير، قل لي أنا ما عينك، أنا يومية جاي من الموصل، من كربلاء، من البصرة، جاي على شنو؟ حبيب أنا جدا ممتع على رأسي، الله يخليك بيكم. الله يسلمك، وإن شاء الله لكم الفرصة، ولازم شبابنا يأخذون مكانة. هاي شباب، هاي الطاقات الحلوة، هاي الطاقات الحلوة لازم يستثمروها، والله كفر، والله إجرام، الحمد لله والشكر. حياة وسلامة، موفق إن شاء الله، موفق حبيبي. الله يساعدك الحبيب، انا راح اختم بس اريدك وياي واقف، الله يديمك. احنا بصراحه هذه رساله، يعني انا هسه اذا اسولف هواي راح ازعل، هواي راح ازعل الناس، وهواي راح اضغط على نفسي وراح اسولف فيها، والله العظيم. وصلتوا الناس والشعب العراقي الى هذا المستوى لانه ما عندكم لا خبره باداره الدوله، ولا عندكم خبره بالتخطيط، ولا عندكم نيه صادقه اتجاه هذا البلد. هذين الثلاثة تفتقدونهم. أولاً إذا أنت تريد تبني بلد لازم تبدي بشبابه وتبدي بتعليمه وتوصله مرحلة علمية وتخليه نموذج مجتمع يليق به وتلقى له الفرصة. وصلتوهم الجماعة بالجامعات الأهلية والجامعات الحكومية وشو ما كان، الناس وصلت تخرجوا، غير تلقى له فتصيغة قانونية وتنصف بيها وتقول لعاني يا شابنا يا محترم اللي عليك سويته وداومت ودرست ووصلت، وهذه لك مكافأة بقضية التعيين أو مكافأة أنه تفتح لمشروع أو مكافأة تنطي سلف يدير باله على وضعه، لأنه تخليه تايه بهذا الوضع وتقعده على الرصيف، هذه ما مقبولة لا منكم ولا من غيركم. الشاب أكبر وأسمى والعراقي أكبر مما يظهر يطالب بتعيين، لكن أنتم وصلتونا إلى هذا المستوى ولهذه المرحلة، للأسف تخطيط ما موجود. تقبل ودي واحترامي، أنا أحمد ركابي وزملاء اللي رافقوني في هذه الحلقة، زميل المصور علي فلاح ومساعد المصور يحيى مزهر، نشوفكم إن شاء الله بخير وسلامة، إلى اللقاء.